أهلا بكم. ماكسيم لوباز يغير جنسيته الرياضية ويلتحق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري. لاعب من الدوري الفرنسي أولهما رايان شرقي رفضان دعوة منتخب أمال فرنسا ويختاران اللعب للجزائر. حسام عوار يغير الاختيار إضافة كبيرة لوسط ميدان الخضر. بعد الميلان عملاق أوروبي يريد التعاقد مع عوار. أهلا بكم. ماكسيم لوبيز شونج دو ناسيوناليتي سبورتيف. لونسيان ميليو دو تيران مارسيي ماكسيم لوبيز فا روبريزونتي ان نوتر بي كو لا فرانس ا لا شيل دي سينيور ا 25 اي 4 ان ابري افوار اونوري سا ديرنيير كاب افيك ليكيب دو فرانس اسبوار. ماكسيم لوبيز اي تون باس دو شونجي دو ناسيوناليتي سبورتيف. L'ex joueur de l'OM aujourd'hui à Sassuolo devrait rejoindre l'équipe d'Algérie. إذن اللاعب السابق لأولمبيك مارسيليا ولاعب أمال المنتخب الفرنسي واللاعب الحالي لدي ساسولو الإيطالي يغير رسميا جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية ويلتحق رسميا بالمنتخب الوطني الجزائري. في ثاني خبر دو جون ريفيز لي بلو بور لارجيري. حسب هذا الموقع فإن لاعبين رفضا منتخب أمال فرنسا من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري الأول تحت قيادة جمال بالماضي. يتعلق الأمر برايان شرقي كما تشاهدون في هذا الموقع وكذلك أجوان حجام بالإضافة إلى بدر الدين بوعداني الذي سبقهما في ذلك. إضافة كبيرة إلى وسط ميدان الخضر حسام عوار يغير الاختيار. سيعلن متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون حسام عوار عن اختياره تمثيل المنتخب الوطني خلال الساعات المقبلة حسب ما أورده الإعلام الفرنسي. وكشفت صحيفة ليكيب الإذاعية الصيد في تقرير لها أمس الثلاثاء إن صاحب 24 عام اتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله الدولي حيث سيعلن رغبته في تبديل بلد والديه في الساعات القليلة القادمة، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة تواجده في تربص الخضر خلال هذا الشهر بسبب عودته من الإصابة مؤخرا. بعد الميلان عملاق أوروبي جديد يدخل سباق التعاقد مع الدولي الجزائري حسام عوار. إذن نادي جديد يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار حيث ذكرت التقارير الإعلامية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في ضم متوسط الميدان الجزائري حسام عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن إدارة بيانكونيري تسعى لضم عوار مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية وينتهي عقد عوار مع أولمبيك ليون في 30 من شهر جوان المقبل. جدير بالذكر أن متوسط الميدان الأول مطلوب في العديد من الأندية أبرزها روما الميلان ونابولي. لا تنسوا لايك وتعليق لينتشر الفيديو وشكرا لدعمكم.